الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. في قرية تكويت بضواحي نالوت بجبل نافوسة ولد المؤرخ والأديب والداعية الشيخ علي يحيى معمر، أو أم علي كما يسميه أهالي نافوسة. أزل هذا حسن بوفوس معكم من قسم تولت الإعلامي. في هذه الحلقة وبمناسبة الحفاظ على ذكرى وفاة شيخنا الجليل علي يحيى معمر، سوف نعرض لشيء من سيرته ونبرز أهم مواقفه الإنسانية، ونستمع لجمع ممن عرفوه عن قرب أو تتلمذوا على يديه أو رافقوه في حياته النضالية أو عرفوه من خلال مؤلفاته. ولكن دعونا أولاً نستمع لشيء من كلماته رحمه الله. سهر متوالي، إلا أن اللحظات التي أقضيها معكم أعتبرها من أسعد لحظات حياتي، وأنا مستعد أن أسجل معكم في هذه السهرة إلى أي وقت تشاءون، وكذلك أرجو أن ترفعوا عن أنفسكم الحذر والشفقة عني في هذه الليلة المباركة، لأنني لا أدري هل يتاح لي أن ألتقي بكم مرة أخرى أو هل لا يتاح. لا أدري هل يتاح لي أن ألتقي بكم مرة أخرى أم لا. هكذا كانت آخر كلمات الشيخ علي معمر أمام مجمع من طلبة العلم. رب شياج التلويتني مضى. توفي الشيخ علي يحيى معمر رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته في 15 من شهر يناير سنة 1980، عن عمر ملئ بالشغف لطلب العلم وتحصيله، فشد في ذلك الرحال لأخذه من مظانه. علي بيني وبينه 10 سنين، مواليد 17 مواليد 27. الشيخ الكسازمي، الشيخ ناصر المرموري أحد تلامذة الشيخ علي يحيى معمر وأحد رفاقه المقربين في حله وترحاله، التقينا به في منزله في غردايا ليحدثنا عن جانب من سيرة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. بعض أصدقاء تبعون لي بيدي مع بعض المجالس، نفتوا المجالس مع بعض، جولتنا مع الرياض، الدمام، الكويت، العراق، لبنان، فلسطين، مع بعض. الشيخ علي يحيى معمر زار الكثير من دول الشرق الإسلامي باحثا ومفتيا وطالبا، ولكن أهم رحلاته الدراسية كانت أيام صباه، حيث لم يتجاوز المرحلة الابتدائية في رحلته الأولى. أنت يعزم مزار ليبيا، المشايخ ليبيا، ومن بعد يعزم جربا، يعزم الشيخ الحاج عمر بن مرزوق، الشيخ رمضان المتني، يعزم غرس جربا، ومن بعد يعزم غرس الشيخ بيون، يقيم 7 سنين، 8 سنين يقيم داني، 8 سنين على تبع القرارة، 5 سنين يعزم غرس الشيخ بيون، 3 سنين يعزم غرس الشيخ يستعزم، سيش عمو تستعزم عن غرس الشيخ، يسد عام 37، بالضبط أوت 37، العمر 22 عام. الشيخ كان عمرك 10 سنين، يعقل سيدوسو غلب عتت
تنسد مع الشاحاج خليفة بن صالح، الشاحاج خليفة بن صالح مسعود قلنا ستمزين طمزين، خليفة بن صالح سنالوت مسعود قلنا ستمزين، وسيم ديما شرس قرنا دا أزمن عند بعد ثلاث أيام سيدو سنين تسحبوا وضغا يقيم دانيا 45 ثمان سنين بس عزم يعزم على الشيخ بيهم عدون شو عدون اللي يدرس دا الشيخ انت ما سمي دوز انت كردعون ستبيع قار أبت أبا 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 وايا بيوض وأفلح وعدون أبوايا أبوية أفلح وعدون يتعب راسيا بي الشيخ بيوز يتعب راسيا بي الشيخ عدون يقيم يا خمس سنين يعزم بعد عادي سعزم نعزم غرس الفقه اللي شهد لدهب شاعر كثرت له نشيد إلا نعزم يمر لعصيك 15-20 نشيد سينا نشيد يتيب تعزم يونس من إنشاء الشيخ يا من رقى وسمى للعز أعلى سماء يا من رقى وسمى للعز أعلى سماء يا من رقى وسمى للعز أعلى سماء يا من رقى وسمى والسماء يا من رقى وسمى والسماء يا من رقى وسمى للعز عرف عن الشيخ علي معمر رحمه الله صبره وحلمه وسعة صدره وأكثر من ذلك تواضعه الشديد. فجزاكم الله عنكم خيرا لأنكم مكنتموني من أن أجلس هذا المجلس الشريف الذي هو فوقي فوق قدري وأن تستمعوا إليه. الحقيقة استمعت لجمع كبير من أشهد الشيخ رحمه الله فوجدته في كل محاضرة في كل شريط من الأشرطة اللي استمعت إليها يقول في نهاية أو في ختام المجلس جزاكم الله عنكم خير الجزاء. طبعا العادة أن يقال جزاكم الله عنا خير الجزاء، جزاكم الله عنا في كذا وكذا خير الجزاء، ولكن تراه يقول دائما جزاكم الله عنكم خير الجزاء أو عن حضوركم خير الجزاء أو عن كذا خير الجزاء. فكان إنسان متواضع كثيرا جدا جدا وكان محبوب لدى العامة. أتمنيت كثير باش نشر الوجه النية اللي راه معنا الشيخ علي معمر. لماذا؟ لأني طلعت على الكتب اللي كتب والأسلوب اللي كتبه شيخنا الجليل. هذه الكتب حقيقة تأثرت فيها كثير وتمنيت نشوف هذا الراجل اللي كتب هذا الأسلوب الثوري هذه الكتب. تمني تالي تاع الكتاب ديالنا والمؤرخين ديالنا يكتبوا بهذا الكيفيه. ولهذا تمنيت نزوركم كنت عهد ربي باش نجي نزوركم ونحوس عليكم. كان الشيخ علي معمر يحبب المعرفة لطلابه ويحاول أن يقرب المفاهيم التربوية لعامة الحضور. التقرب بدون دين لا تفيد، ودين بدون تقرب لا يفيد. وأنا دائما أحرص على هذا النص، الدين بدون علم قد يفيد الصاحب ولكن لا يفيد الآخر. أما الثقافة والعلم فإذا لم يكن معها دين فإنها لا تفيد صاحبها ولا تفيد الآخرين. ولذلك أنا عندما أتحدث إلى أبناء الطلبة وإلى الشباب المثقف عن العموم أثير هذه القضية أو أشترك هذا الشرط. شباب متعلم نجمت الغنم طاب مش نادى دوحة العلم فحري نجمت الغنم طاب مش نادى فاقطفوا وجنوا وادعوا الله دام سوقياه دام سوقياه. نشأ الشيخ علي يحيى معمر في زمن التعصب المذهبي والانحياز للذات والفرقة والشقاق بين المسلمين،
فأخذ على عاتقه أن يجمع ما أمكنه بين المتعارضين وتقريب الهوة بين المسلمين، فلخص موقفه من ذلك وبصريح العبارة بقوله: وأن تضع في اعتبارك أنني أرى جميع الفرق والمذاهب الإسلامية تقف متساوية على صعيد واحد، فليس فيها بصفتها الجماعية فرقة أفضل من فرقة ولا مذهب خير من مذهب. سنت مدور تلا نسيند ونسين بتا دوين. سنت مدور تلا نسيند ونسين بتا دوين. سنت مدور تلا نسيند ونسين بتا دوين. جمع الأستاذ علي معمر إلى تواضعه وغزارة علمه صفات عديدة لعل أبرزها بعد النظر وسعة الأفق، فنجده في جميع أعماله يدعو إلى وحدة صف المسلمين ونبذ الخلافات الجزئية، وهو الذي قنن نظرية المعرفة، التعارف، الاعتراف. نظرية المعرفة والتعارف والاعتراف. بالمعرفة يفهم كل واحد منا ما يتمسك أخوه بالنظرية وبالعقلية وبالأفكار، ثم بعد ذلك يستطيع أن يطلع على الفساحة ورحابة الإسلام عامة، لأن الإسلام الآن في حاجة إلى اكتشاف وسبر غور العديد من الأفكار والعقليات والنظريات اللي أصبحنا اليوم نحن المسلمون في العالم بصفة عامة في أشد الحاجة إليها. ثم بعد ذلك نحصل على التعارف، نتعارف من خلال هذه النظريات والأفكار والعقليات على بعضنا بعضا، وبالتعارف بطبيعة الحال تتسع ساحة الوئام وواحة التفاهم وواحة التعاون الكلي فيما يخص الأسرة الإسلامية في قرية العالم الآن. ثم بعد ذلك الاعتراف الذي ذكره الشيخ علي يحيى معمر، وأرجو من كل مثقف أن يطلع على هذا الكتاب الثمين وهذا الكتاب العظيم، والاعتراف بالنقص أول درجة في الكمال إن شاء الله. وإذا اعترف كل منا بما فيه من نقص فإنه يأتي إن شاء الله درجة الشرف والرفعة التي يتمناها الإسلام على مستوى المحيط الإنساني عامة في عصرنا الحاضر. وفي هذا الصدد ترى الشيخ يقول: سبق إلى أذهان الناس بسبب ما يقوله كل أصحاب مذهب عن أنفسهم بأنهم أصحاب الحق وأهل العدل وأهل الصواب وأهل السنة وأهل الاستقامة، وبما يقولونه عن غيرهم من أنهم أهل الزيغ وأهل الضلالة وأهل البدعة وأهل الأهواء، وبأنهم هم فعلا أهل الحق وبأنهم في الجنة، وبأن غيرهم فعلا أهل الباطل وأنهم في النار. هذه المفاهيم المبنية على أنانية مذهبية يجب أن تختفي، وأن يقوم بدلها مفهوم هو أنه ليس هناك في الإسلام إلا أمة واحدة هي الأمة الإسلامية التي وعدها الله تبارك وتعالى بكل خير، وليس فيها مجموعات أو طوائف أو فرق تدفع هكذا بوصفها الجماعي إلى الهاوية. ويقول في موضع آخر: إن المذهبية في الأمة الإسلامية لا تتحطم بالقوة ولا تتحطم بالقانون، فإن هذه الوسائل لا تزيدها إلا شدة في التعصب وقوة في ردة الفعل، وإنما تتحطم المذهبية بالمعرفة والتعارف والاعتراف، فبالمعرفة يفهم كل واحد ما يتمسك به الآخرون ولماذا يتمسكون به، وبالتعارف يشتركون في السلوك والأداء الجماعي للعبادات، وبالاعتراف يتقبل كل واحد منهم مسلك الآخر برضا ويعطيه مثل الحق الذي يعطيه لنفسه. أمس دي جارنا والمنا
أجرى والنار يلتي تيوش الشعار يا الله أيوة أنزدي جارو لون أجرى والنار يلتي تيوش الشعار أيبها توات مجر واندر رويكن أيبها توات مجر واندر رويكن أيبها توات مجر واندر ويقول في موضع آخر وأن تعلم أن النقاش الذي جرى على قلمي في شدته ولينه وفي قسوته ورفقه لا أريد به الدعوة إلى المذهبية ولا الدفاع عن مذهبية وإنما أريد تحطيم المذهبية وأنا حين أكتب عن هذه الفرقة من فرق المسلمين أو عن غيرها من الفرق أو حين أتحدث عن بعض الأماكن من هذا الوطن أو عن غيرها من الأماكن التي يسود فيها الإسلام لا أقصد الدعاية لها ولا التنقيص من غيرها لأنني أؤمن أن هذه الطوائف هي جوانب من الأمة وأن تلك الجهات هي جهات لوطن الإسلام أطفت فوز ديفوز وانتجات جاج ومشوز أتوات أطفت فوز ديفوز والتجات جاج ومشوز تسلم ميوت فشوس أغلوز أين تقيمان صد في دروس تسلم ميوت فشوس أغلوس قدم الشيخ الجهد المضني في تحصيل العلم وتنقل واغترب لتلقيه وعانى كثيرا في نشره فهذه كتبه تمنع من النشر في أرض وطنه ثم إنه ضيق عليه سياسيا ولوحق باستمرار في ذاته وحرم عليه نشاطه الديني والعلمي صدر لي كتاب جديد لكن بكل أسف مما تمكن من طلعة القاهرة لأن كتب الزنوعة في ليبيا لا تدخل الليب إلا خيصة ولذلك لما تحصل على لا تدخل كتبي لليبيا إلا خلسة ظلت كتب الشيخ علي يحيى معمر ممنوعة في ليبيا حتى توفي بل هي ممنوعة من التداول في ليبيا حتى يومنا هذا بل للتنكيل به أحرقت مكتبته وصدر ما تبقى منها كما تعلم أخذتها أيضا بيتاً واحترقت لها من شيء ومن المؤسف أيضا أن كتبنا أيضا في الثورة التي خصصت عليك مبدأ الثورة الثقافية في سنة 1970 ذهبت كذلك ببعض ما يملك الأفراد الخواص منه مكتبة أنا ومكتبة النابي والمؤسف أيضا أن كثير من الأمانات التي كانت عندنا ذهبت في أمانات بالخص النابي جمع مجموعة كثيرة من المخطوطات من الجهات المتعددة عندما كان يحقق بعض الكتب أشي جند اسم الأول سلوس أدي قيم دي ما يزدق دنجلوس أخذت طبع الكتابي للآن لكن في الظروف الماضية كما تعلمون وكنت شبه محاصر فقلت على كل حال أكتب أربع الكتاب على ما هو عليه وبعد أن ينشر أنا رأي المشيخ وإن شاء الله إذا وجدت أن ما يلاحظ أنه عليها فيه أخطاء تقتضي التصليح فأنا أعيد طبع الكتاب وأنبه إلى ملاحظتي أنا لا أريد أن أفعل شيء وأن أقول شيء لا يرى أساتذتي ومشايخي وأوذي في أولاده وأسرته لا يزال على لا يزال عنده مدة معينة لا مش المحكمة حكمت عليه بالبراءة هو من الجماعة لا
لما قدموا للمحكمة حكم عليهم بالبراءة وخرجوا من السجن. خرجوا مثلا في نفس النهار، رجعون في العشية، رجعون من السجن. السجن التحفظي طبعا. السجن عادي، لا فيش تحفظي، لأن فيش تهم مقدر رأيه. هذا خالص يسعي كده. أنا كنت حال فعلا منهم من السياسة. أرجو أديني. يعني توي طلوا تسلم من غير في السيس قاعد تسلم من غير فيكم. الشيخ ناصر المرموري يتحدث عن الفتن التي عصفت بالشيخ علي يحيى معمر وأسرته. ترى سن موتنا عمر 80 سجينا المحاولة للانقلاب مع محمد خالد يحيى من غير سن تدر تموتنا سنين السنين انتجت على المدافع المتداولة سكمل المدافع التارم الطيران محمد يتغمزون حكم من غفل السجن يروا البيع وحجوب يرقدي مانس مصر بعد ظل أمريك محمد بس ظل مكا يحكي يقع كل دواس كل يموت لا يرحمه يضربني نقل السجن وقيل لا لا السجن نغاش خالدي حيا موتنا مقاومة موتنا عند المغفل سنتا دارت كما نغفل سنتا يقني تغل حبس بلا خالد تغل حبس والسينسي بناس مغفل تغيسمس يتول حبس لمدة يعني لمدة أخيرة ربما يجلس بس عامي مسلم على عباسي فعطفا يا ربي عطفا على حالي فأنت إذا ضاق الخناق وسيلتي فأنت إذا ضاق الخناق وسيل. قالوا عن الشيخ علي يحيى معمر: أيها الأخوة، إن الله أنعم علينا في هذا المبارك وفي بيت الله المبارك أن نجتمع ونستمع لعالم من أعلام علمائنا وشيخ من كبار مشايخنا وهو العلامة الجليل المحقق الشيخ علي معمر. قوته ونشاطه جعلته يتمنى ويحاول ليسترد ما ضاع من مشكنا وما غمرة الحوادث والأيام من تاريخنا وخراطنا، فهو الذي ألف كتابه المشهور الإباضية في موكب التاريخ وأقسمه على حلقات الإباضية في أول زمان الإباضية عند هجوم هذا الشريف إلى المغرب، ثم الإباضية في ليبيا، ثم الإباضية في تونس، ثم الإباضية في الجزائر. وإن كنا مسرورين بما كتبه عن علمائنا وأجدادنا ودولنا وما قام به أسلافنا من الجهاد والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، ثم كذلك أصدر كتابا موخرا عنه يقول الشيخ محمد ناصر بوحجام في كتابه الشيخ علي يحيى معمر والدعوة إلى وحدة المسلمين. مما يمتاز به الشيخ علي يحيى معمر في كتاباته المناقشة العلمية الهادئة والجدل المقنع اللذين مصدرهما الكفاية العلمية والأصالة والتفكير والاقتناع بالمبادئ التي يعتنقها، كما تمتاز مؤلفاته باللغة البسيطة والأسلوب الممتع، كما عرف عنه التواضع للعمل والاحترام للعلماء والتقدير للآراء المعروضة، لأنها تمثل قبل كل اعتبار وجهات نظر مجتهدين قد يصيبون وقد يخطئون. يقول الأستاذ علي مصطفى المصراتي عن مؤلفاته: كانت ولا تزال وستظل دراسات علي معمر رغم اختلافات الرأي أوفى لون من ألوان التقريب بين المذاهب الإسلامية. وعنه يقول الشيخ أبو اليقظان إبراهيم:
الشيخ علي معمر جبل كجبل نافوسة، علوا ورسوخا وثباتا وعقيدة، قد جدد للإباضية عهدا كاد يبليه الزمن ويمحوه الجهل وتدفنه الرمال كما دفنت آثار سدرات من قبل. يقول الشيخ الفقيه محمد بن الشيخ أستاذ الفقه وأصول الدين بمعهد الحياة بالجزائر: كنا في شهر رمضان سنة 1979 في ليبيا، فأطلعنا الشيخ على كتابه الإباضية وقال لنا: إن هذا الكتاب سيكون آخر مؤلفاتي عن المذهب الإباضي، وعليكم أن تواصلوا المسيرة في هذا الموضوع وتوضحوا للناس مبادئ هذا المذهب وتتحملوا الدفاع عنه. وبعد هذا اللقاء بأشهر قليلة توفي الشيخ علي رحمه الله. من المؤسف أن تكون جل المؤلفات التي وضعها الشيخ علي يحيى معمر رهن الأرفف والنسيان، ولم يطبع منها إلا النظر اليسير، وأنا هنا أدعو الباحثين إلى السعي في جمع إنتاجاته، والتي لا شك أنها ستثري المكتبة الإسلامية. أمي كنتم مع الإمام المجدد علي يحيى معمر، إعداد محمد أمادي، قراءة النص حسن بفوس، إنتاج مؤسسة تولت الثقافية بالاشتراك مع فوزي فيزيون للإنتاج السمعي البصري.